طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله دلوقتي هنكمل في المحاضرة الرابعة. وطبعا المحاضرة الرابعة بتتكلم على الـ functional requirement بتاعة الـ EHR system. يبقى احنا في المحاضرات اللي فاتت أول حاجة طبعا احنا فهمنا ايه هو السيستم أصلا، وبعدين أخدنا ورقة أو document اسمها requirement specification، تمام، اللي هي كانت الستاندرد اللي كان اسمه ISO TS 18308، تمام. وبعدين فهمنا مجموعة من الكونسبت عموما اللي بتبقى موجودة في الـ EHR system، واللي هي سميناها بـ CEN TCEN 13840. الكلام ده كان في الفيديوهات اللي فاتت، في المحاضرات اللي فاتت، تمام. طيب دلوقتي جه الدور على الايه اللي احنا نفهم كويس جدا، الـ functional requirements. طيب مبدئيا كده، ايه الفرق ما بين functional requirement و system requirement؟ الـ functional requirement اللي انا كده بتكلم على السيستم كأنه مجموعة من الـ functions، يعني كأنه مجموعة من الوظائف. اما system requirements انا كنت بتكلم بشكل overall كده، بشكل واسع، تمام، مش بتكلم على كل function بالظبط بتتم ازاي. يعني شوفوا كده مثلا الحاجة هنا، طبعا كل ده هنشرحه، بس عايز اوريكم بس حاجة هنا. ده مثلا دي الفانكشن، تمام، ودي طريقة تنفيذ الفانكشن، او دي الفانكشن وده الستيتمنت بتاعه. طبعا هنعرف يعني ايه ستيتمنت والديسكريبشن وكل الكلام ده كمان شوية. يبقى الفكرة في هنا ايه، اللي هو بيعدي على كل فانكشن بعينها وبيبدأ يفصلها اكتر ويتكلم عنها بالتفصيل. اما هناك لا، هناك احنا كنا بنقول بس مجموعة من النقاط اللي لازم تكون موجودة عندنا في اي HR system، ماشي. طيب خلينا نبدأ على طول. قالك ان في 2003 ال H7 EHR Special Interest Group، اللي بقى هما كانوا جروب برضو، تمام، عملوا مجموعة Functional Guidelines بتغطي كل ال Expectation اللي على اي EHR System. يعني اي EHR System لازم يكون عنده او لازم يكون جواه ال Functions دي، تمام، اللي احنا هنتكلم عنها كمان شوية. والستاندرد ده هو ده عبارة عن جايد لاينز برضو، وبيحاول يسمي الفانكشنز دهيت بأسامي واضحة وديسكريبشن واضح، علشان أي حد عايز اللي هو يبدأ يكود EHR system يقدر اللي هو يكوده بطريقة سهلة. ليه؟ أصل هو هيرجع للفانكشن ريكويرمنت دوكيمنت اللي الجروب ده هما اتعملوه، ويبدأ يشوف مثلا أول حاجة المفروض يعملها كانت كذا، تاني حاجة المفروض يعملها هي كانت كذا، وكلام من ده. وطبعا كل الكلام ده هو بشكل يعني اتوصف بشكل دقيق جدا ومتسمي بشكل برضو واضح، علشان يقدر اللي هو يimplement الفانكشناليتي نفسها. طيب يبقى ال HL7 EHR SIG، طبعا الأسماء كلها بتبقى أسماء غريبة شوية، ولكن هي في الغالب بتبقى مثلا اختصار لحاجة معينة، تمام. فهو يعني ايه، احنا ما عندناش ستاندردز كتير يعني، فنحفظها وخلاص، ماشي. المهم بيقول لك ان اتش ال 7 ده هما مالهم، ديفايند ا تمبلت فور سبيسيفاينج فانكشنال بروفايلز. يعني ايه الكلام ده؟ هو يعني قال لك ان هو عملوا كده حاجه زي تمبلت، يعني قالب كده، تمام، في شويه فانكشنز. وقال لك اللي انت عادي انت ممكن تزود عليه براحتك، يعني انت ممكن اللي انت تاد اكتر من فانكشنال ريكويرمنتس تانيه، ولكن اللي احنا هنحط يعني الفانكشنز اللي احنا هنحطها دهيت لازم تكون موجوده في اي HR. عايز تزود زود، مفيش مشكله، ولكن دول لازم يكونوا موجودين، ماشي. يبقى زي ما احنا اتفقنا ان اليوزرز ممكن يزودوا زي ما هم عايزين. نفترض مثلا ان انت بتعمل حاجه للبروفايدر وهو طلب فانكشن زياده، فهتقول له لا مش هينفع عشان الورقه اللي عندي بتقول اللي هي كذا، لا ممكن تزود زي ما انت عايز عادي، ماشي. ولغايه دلوقتي هم ابروفد اكتر من 160 فانكشن ايه فانكشنال بروفايلز. طيب ال HL7 برضو عملوا حاجه مهمه جدا بنتكلم عنها تقريبا في كل محاضره وبنركز عليها، وبنركز عليها علشان اصلا هو ده السبب اللي احنا طلعنا بستاندرد. يعني ايه اللي يخلينا اصلا نعمل ستاندرد؟ ليه ما نخليش الموضوع مفتوح كده لاي حد ان هو يعمل اي حاجه؟ الفكره كلها علشان انت عايز تحقق الانترو بروبابيلتي، سوري، الانترو بروبابيلتي. زي بقى ان طبعا يبقى في شيرنج ما بين البروفايدرز، اللي هو يبقى ممكن بروفايدر مستشفى مثلا تبعت الريكوردز بتاعت مريض مثلا لمستشفى تانية، تمام، ويفهموا بعض وما يكونش عندهم صعوبة في الايه في الفهم يعني، ماشي. يبقى طبعا ان الـ HR system لازم اللي هو يكون عنده فيه interoperability يعني، تمام، ويكون interoperability كمان لحظات النقل ولحظات الاستقبال الجديدة زي ما هنشوف كمان شوية. يعني ايه اصلا interoperability model، وهنبدأ اللي احنا نقسمه لأجزاء يعني، ماشي. طيب
يبقى ال HL7 ongoing work on EHR standard development include profile description for a wide category of EHR systems. هما مش بس عملوا حاجة دهيت ال EHR system بعينه، لا هما اتكلموا بشكل واسع لتصنيف كبير من ال EHR system. ما هو يا جماعة هقول لكم حاجة، ال EHR system برضو مش اسطمبة واحدة، لا ده في منه انواع، في زي ما احنا هنشوف برضو كمان شوية. يعني ايه؟ يعني في مثلا نوع خاص بالتشايلد، في نوع خاص بالريسيرش، في نوع خاص بالمش عارف ايه. يبقى هما عملوا الفانكشنال ريكويرمنت بتاعتهم علشان تناسب كل الكاتيجوري بتاعت الـ HR systems دي، زي مثلا الـ Child Health Functional Profile، زي الـ Behavioral Health Functional Profile. الحاجات دي كلها هم قدروا فعلا ان هم يعملوا حاجة تناسب كل الايه الكاتيجوريز دي. ماشي؟ طيب يبقى الـ HL7 refers functional descriptions زي ما احنا اتفقنا من guidelines developed by HR standard، زي الستاندرد اللي احنا ذكرناهم المرات اللي فاتت، اللي هو الـ CEN 13606، اللي هو الـ ISO TS 18608، وطبعا لسه في حاجات احنا هنعرفها في المرات الجاية. يعني مثلا الـ ISO 13606 ده هو ده احنا لسه هنعرفه، الـ ISO TS 18308 ده احنا عرفناه بالفعل، وهكذا. وطبعا ان شاء الله هنراجع على كل الستاندرز دهيت في الاخر يعني مع بعض. ماشي؟ طيب يبقى دلوقتي HL7 خلاص هو فهمنا كويس جدا ان هو بيدينا شويه جايد لاينز للريكويرمنت بتاعت الاي اتش ار سيستم من حيث الايه الفانكشنال ريكويرمنت. تمام جدا. طيب يبقى زي ما احنا اتفقنا ان الستاندرد دهوت هيعرف مجموعه من الفانكشنز، ودي هتبقى ستاندرد لكل الاي اتش ار سيستمز. حلو؟ تمام. هو حط الفانكشنز دهيت في ورقه اسمها فانكشنال بروفايل. يبقى ايه هي الفانكشنال بروفايل؟ والله هي عباره عن ورقه، عباره عن دوكيمنت عاديه جدا، طبعا ورقه او يعني ملف يعني. تمام؟ عباره عن ملف في مجموعه الفانكشنز اللي ايه الخاصه بسيستم معين. يعني ايه؟ يعني شوفوا كده مثلا ده ايه، دي فانكشن ان يحصل فيه كير مانجمنت، دي فانكشن تانية اللي هي كلينيكال ديسيجن سبورت، ودي فانكشن تالتة، وهكذا. كل دول على بعضهم، الدوكيمنت دي كلها على بعضها اسمها ايه؟ اسمها فانكشنال بروفايل. يبقى المجموعة اللي كانت اسمها HL7 عملوا حاجة اسمها ايه؟ فانكشنال بروفايل، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن دوكيمنت فيها مجموعة من الفانكشنز، وقال لك كمان انا هقسمها لمجموعة كاتيجوريز. تمام؟ ليه؟ اصل هو انا شايف ان هو لو انا سبت الدنيا كلها كده على بعضها الناس ممكن ما تفهمش الفانكشنز دي قوي، اما لما انا اقول مثلا ان دول تبع الكاتيجوري الاولى فانا كده انا بوضح دول ايه، دول مثلا تصنيفهم ايه، كأن انا بقول ان انا بدل ما انا اخلي كل ال 20 نقطة على بعضها، لا ده انا هقسمهم اول 5 نقاط تبع التصنيف الاول، تاني 5 نقاط تبع التصنيف التاني، وهكذا. تمام؟ يبقى هنا اول حاجه هو الفانكشن بروفايل التمبلت اللي هم عملوه كان في مجموعه من الكاتيجوريز، كل كاتيجوري فيها مجموعه من الايه من الفانكشن، كل فانكشن ليها كود. تمام؟ ايه هو الكود ده بقى؟ هي كلمه سريعه، يعني هي كلمه او كلمه مثلا بتعرف لي الفانكشن دي. طيب بتعرفها لي ازاي؟ حد عارف يا جماعه الكود بتاع الماده؟ الكود بتاع اي ماده عندنا اللي هو لو حد فتح اللائحه بتاعتنا هيلاقي الاكواد بتاعت الماده دي عباره عن ايه؟ طبعا هي تبان ان هي مش مفهومه لينا، ولكن في الحقيقه هي فعلا بتكون بتوضح حاجه معينه. يعني ايه؟ يعني مثلا اكيد لقيته مثلا حاجه زي سي اس، تمام، 1 2 3 مثلا يعني. فطبعا سي اس 1 2 3 دي معناها ان هي تبع القسم بتاع سي اس، او اللي بيشرحها هيبقى من قسم سي اس، و1 2 3 برضو دي اكيد ليها معنى. هم عملوا برضو كود لكل فانكشن. تمام؟ او الكود دوت بقى بيبقى عباره عن ايه؟ اول حرف من يعني شوف الكاتيجوري، بص كده على الكاتيجوري، اول حرف من اول كلمه ايه؟ الدي، يبقى حطيناها هنا الدي. تاني حرف اللي هو ايه من الكلمه الثانيه؟ السي، يبقى دي سي، اللي بقى اختصار ليه دايركت كير. تمام؟ وبعدين واحد، ايه هي بقى الواحد؟ ترقيم الفانكشن دهيت جوه الايه؟ جوه الكاتيجوري. يعني ايه الكلام دهوت؟ يعني شوف كده ده نشيل ده كده، نشيل ده. دلوقتي انا عندي كاتيجوري اللي اسمها دايركت كير، جواها كام فانكشن؟ جواها 3. تمام؟ اهي. حلو؟ طيب يبقى الكود أول حاجة هنا هيبقى اسمه إيه؟ دي سي، اختصار لإيه؟ اختصار لدايركت كير. ماشي؟ اللي هو الحرف الأول من الكلمة دي والحرف الأول من الكلمة التانية. طبعا لو كان في كلمة تالتة هيبقى الحرف الأول برضو منها، صح؟ تمام. يبقى دايركت كير، وبعدين رقم الفانكشن. تمام؟ رقم الفانكشن جوه الكاتيجوري، دي رقمها 1، دي 2، دي 3، يبقى ده دي سي 1، ده دي سي 2، ده دي سي 3، وهكذا. ماشي؟
ماشي. طيب طبعا ده هي كلها مش حفظ يعني، دي بس مثال. هو ده الاي دي او هو ده الكود الخاص بيها، هو ده اسم الفانكشن. وبعدين هتلاقي حاجتين، حاجه اسمها ستيتمنت وحاجه اسمها كونفرنس كريتيريا. اول حاجه هي الفانكشن ستيتمنت، والفانكشن ستيتمنت بكل بساطه هو الاكشن اللي السيستم المفروض يعمله. يعني لاحظ معايا كده، الفانكشن ستيتمنت دوت مثلا بيقول لك ان السيستم المفروض يكابتشر اند مينتين ديموغرافيك انفورميشن، يبقى دوت اسمه ايه؟ اسمه الستيتمنت. طيب الكونفرنس كريتيريا دوت عباره عن ايه؟ ده بيقول بالتفصيل المفروض الستيتمنت دهوت يتم ازاي، اللي يبقى فاينر اكسبكتيشنز، اللي يبقى كأنه حاجة بالتفصيل المطلوب من السيستم في النقطة دي. يبقى هنا لاحظ كده التفصيل بيبقى عامل ازاي، ان السيستم شال كابتشر ديموغرافيك انفورميشن از بارت اوف ذا بيشنت ريكورد، وبعدين السيستم شال ستور اند ريتريف ديموغرافيك انفورميشن. يبقى بيبدأ اللي هو يفصل ويقول كل الاكسبكتيشنز يعني كل الحاجات اللي انا اتوقعها ان السيستم يعملها في الفانكشن الواحده دي. يبقى كل ده تابع لايه؟ تابع لدي، تابع لدي، تمام. يبقى الكونفرنس كريتيريا زي ما اتفقنا هي الفاينل اكسبكتيشنز، يعني اكسبكتيشنز بالتفاصيل اكتر، تفصيل اكتر للستيتمنت ده، تمام. حلو جدا. قال لك ده سموه التمبلت، يعني ده سموه النموذج. وقال لك بقى ان ال HL7 ما اكتفوش بس ان هم يعملوا النموذج ده، لا قال لك كمان ان احنا هنبدأ نعدل عليه عشان يناسب ال EHR systems المختلفة. زي ما احنا كنا قلنا قبل كده، احنا عندنا انواع كتير من ال EHR. في عندنا مثلا EHR Child Health Functional Profile، يعني EHR بيركز على ال Child Health. حد يقول لي طب يا اياد ما هو ال Child Health هو نفسه ال Health العادية، يعني هقول لك لا، ده دايما لازم بقى في شوية حاجات انت تاخد بالك منها وانت بتتعامل مثلا مع الاطفال. حاجات مثلا زي الكونسنت اللي هي الموافقة بتاعت ولي امرهم مثلا، اللي مش عارف ايه مثلا، ان اكيد الجرعة هتكون اقل على حسب السن، وهيبقى في سن مثلا حد كبير او حد او يعني طفل كبير ولا طفل صغير. يعني قصدي ايه؟ قصدي ان الاي اتش ار دوت مش حاجة واحدة بس، لا في تفرعات منه، زي ال EHR Child Health Function Profile، زي ال EHR Clinical Research، زي ال Interoperability Model. يعني قصدي ايه؟ قصدي ان ده كان التمبلت، تمام؟ ده كان التمبلت النموذج، وبدأوا اللي هم يجيبوا مجموعة Function Profile من التمبلت دهوت ويعدلوها ويزودوها بحيث ايه؟ بحيث ان هو يناسب النوع دهوت من ال EHR، ماشي؟ طيب خلينا كده نشوف الحاجه ديت بشكل سريع. اول حاجه الـ HR Child Health Functional Profile، يبقى ان البروفايل ده هو برضه بيرجع الى الـ HR SFM اللي هو ده التمبلت اللي احنا كنا اتفقنا عليه. Provide guidelines for development of EHR system used in ايه بقى؟ In healthcare delivery to children. يعني هو بيقول لك ان ده هو Functional Profile، ولكن هو خاص بالـ healthcare delivery للاطفال، للchildren، تمام. وطبعا الفانكشنال توبكس اللي احنا اتكلمنا عنها هنا في الفانكشنال بروفايل دهوت هو الاميونايزيشن. مش متاكد الصراحه اميونايزيشن معناها ايه، اعتقد الحاجه خاصه بالمناعه. ثانيه، بروسيس بايوتش ان انفيديجوال اميون سيستم بيكمز فورتيفايد اجينست انفكشنز، يعني حاجه زي مناعه كده يعني. المهم، وطبعا الجروث تراكنج انت بتتابع مثلا معدل النمو بتاع الطفل دهوت، والدوسنج اللي هي الجرعه اللي انت المفروض تديها له عشان ده برضو طفل. يعني هو قصده ايه؟ قصده ان الفانكشنال بروفايل دهوت كان في الاول تمبلت، تمام؟ ثبته تمبلت، وبعدين باختلاف الاي اتش ار سيستمز بداوا يعدلوا على التمبلت دهوت ويعملوا حاجه جديده مناسبه للايه، للاي اتش ار سيستم دهوت. فاول اي اتش ار سيستم جديد احنا شفناه اللي هو التشايلد هيلث ايه، فانكشنال بروفايل، واللي كان بيركز اكتر على بعض النقاط زي الميديكيشن دوسنج اللي هو الجرعه، زي معدل النمو، زي المناعه وغيره، ماشي. طيب وطبعا البرايفسي وبعض النقط التانيه. طيب ده كان التشايلد هيلث فانكشنال بروفايل. طيب الكلينيكال الاي اتش ار كلينيكال ريسيرش بروفايل، طبعا برضو واضح من اسمها ان هو هنا بيتكلم على الايه، البحث العلمي، الريسيرش، تمام. يبقى ده عباره عن فانكشنال بروفايل. هو يعني ايه تاني؟ معلش، فانكشنال بروفايل عباره عن دوكيمنت فيها مجموعه او بتوصف مجموعه من الفانكشنز از ستاندرد، كانه معيار ثابت لكل الناس لازم تمشي عليه، ماشي. طيب يبقى قال لك ان انا عملت فانكشن بروفايل للاي اتش ار كلينيكال ريسيرش بشكل اخص، تمام، وده نوع من انواع الاي اتش ار.
تمام، بالجايد لاينز دهيت الفندرز اللي هو مثلا المستشفيات او غيره يقدروا اللي هم يبنوا اي اتش ار سيستم ويكون مخصص للايه لجزئيه الريسيرش، ويركزوا اكتر على الكلينيكال ريسيرش. تمام، طيب الجروب برضو developed this function profile keeping in mind the present growth of each R systems. يعني هو قال لك ان هما وهم بيعملوا ال function profile دهوت دايما هما بيبصوا على مثلا اللي هو طبعا التطور الكبير اللي بيحصل في الاي تي واللي بيحصل في الهيلث كير اي تي نتوركس عموما، وبيتاكدوا ان دايما مش هيبقى فيه مثلا conflicts او اختلاف ما او كده. ماشي، الفانكشن بروفايل بروفايد جايد لاينز هاو يو يوتيلايز كيرنت هيلث انفورميشن. طيب يعني ايه الكلام ده هوت؟ يعني هو بيقول لك ان هو الفانكشن بروفايل ده بيحاول يركز اكتر الفانكشنز اللي فيه اللي هو يستفيد بافضل شكل بالمعلومات اللي عنده. تمام، يعني مثلا ما يعملكش حاجات كتير ريدندنت، ما يعملكش مثلا داتا كتير مكررة، لا دايما بيحاول يستفيد من المعلومات اللي عنده. تمام، وما يخليش الداتا مكررة يعني. ماشي، اخر حاجه اللي هو بالنسبه للفانكشن بروفايل طبعا اللي هي الاي اتش ار انتربابيلتي موديل. وطبعا احنا سمعنا الانتربابيلتي موديل ده هو كتير كتير كتير، وعرفنا ان كل الستاندردز اصلا زي الاتش ال 7 زي كل الستاندردز عموما، يعني طبعا احنا هناخد دي كمجرد اسماء بس، اللي هي كونتينيتي اوف كير ريكورد، كونتينيتي اوف كير دوكيمنت. المهم يعني كل الستاندردز دهيت بتحاول تعمل ايه؟ بتحاول تحقق حاجه اسمها الاي اتش ار انتربابيلتي موديل. طيب ايه هو الـ EHR Interoperability Model؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الفيديو الجاي.